نشكر السيد هشام طلعت مصطفى على شرحه لمكونات المشروع وندعو دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد وزير الاسكان الساده الحضور النهارده الحقيقه يوم جميل جدا ان احنا نعلن عن مشروع اخر على الساحل الشمالي لجمهوريه مصر العربيه اللي احنا بنعتبره الحقيقه بمنتهى الامانه واحد من الايقونات الكبيره ان شاء الله اللي من شانها ان تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر والاهم انها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنه ودائما ودائما كان يقال من عدد كبير من الخبراء احنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصوره المناسبه وان اللي حصل قبل كده انها تحولت الى يعني بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين ثلاثه في السنه بالكثير وبعد كده الاماكن غير مستغله وعشان كده كانت الدوله حريصه جدا ويمكن اعلنا هذا الكلام في اطار رؤيتنا لمصر 2030 وفي اطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر ان احنا بنقول ان الساحل الشمالي لمصر هو الوجهه اللي هتكون الدوله تركز عليها اولا لتعظيم قطاع السياحه وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقيه والسياحيه في هذه المنطقه اللي من شانها انها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر والاهم ان هذه المنطقه بظروفها المناخيه وبطبيعه ارضها هتكون واحده من اهم النقاط اللي ممكن ان احنا نوطن فيها الزياده السكانيه المستقبليه لمصر في خلال الفتره الجايه. وبالتالي عشان اقدر ان انا اشجع الشباب المصري ان هم ييجوا ويسكنوا في هذه المنطقه لازم يبقى في فرص العمل الكافيه. وعشان كده احنا كنا بنقول دايما ان نبدا بمجموعه كبيره ومتكامله من المشروعات الكبيره. حضراتكم احنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سياحية فقط ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة أعلنا منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع راس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم احنا بنسعد جميعاً أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوس ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول ان احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية 2030 ان احنا نجتذب على الأقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهارده مصر احنا مش بنبالغ لأن مع بدء هذه المشروعات الكبيرة في انها تتنفذ هيبقى زي ما حضراتكم شفتوا في الفيلم وشرح تفاصيل المشروع احنا بنتكلم على جذب حجم هائل من الغرف هيبقى في عدد هائل من الفنادق بالغرف الفندقية اللي بتتجاوز الالفين غرفة ده بالاضافة الى الوحدات السكنية نفسها اللي هتؤجر بنظام الوحدات السكنية الفندقية وبالتالي احنا بنتوقع ان هذا المشروع جنبا الى جنب مع راس الحكمة جنبا الى جنب مع اللي بيتعمل في العالمين هيبقى ان شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحه الاجنبيه اللي هيبقوا موجودين على مدار مصر الاهم ان كل ده مرتبط بخلق فرص عمل واحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجه الوحيده اللي او الاهم اللي هي بتجذب شبابنا ان يبدا يجي ويسكن في هذه المنطقه فمن خلال استيطان واستكمال هذه المشروعات اللي حتمتد لسنوات هيبقى في فرص عمل على طول موجوده مباشره او غير مباشره وبالتالي هتبدا تجذب شبابنا ان هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنيه اللي الدوله بتنفذها سواء في مدينه العالمين ولكل المستويات او بعض المدن الاخرى هيبقى في فرص للسكنه والتعلم والخدمات الصحيه وكل الخدمات لشبابنا ان هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيره اللي حضراتكم شفتوها النهارده فالحقيقه هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف لي ان شاء الله الرؤية المتكاملة للدولة حطها للساحل الشمالي الغربي حضراتكم سمعتوا الارقام والنهاردة احنا بندي رسالة زي ما كان راس الحكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشقائنا في دولة الامارات وبالتالي يعتبر استثمار اجنبي مباشر النهاردة الدولة ايضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين وقطاع الاستثمار المحلي وبتعلن من خلال هذا المشروع عن ثقتها التامه في ان هم ايضا قادرين على تنفيذ مشروع على اعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط اللي شاركت فيه كل المكاتب عالميه على اعلى مستوى في عمليه التخطيط والتصميم الشركات المقاولات المصريه اللي هتنفذ هذا المشروع وايضا المستوى الجوده اللي هيخرج بيه وبالتالي مره اخرى احنا بنؤكد إن إحنا كدولة منفتحين تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية لأن كل ده هيساهم في زيادة إن شاء الله نمو الاقتصاد المصري، زيادة زي ما قلنا فرص العمل، تخليق يعني عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي إحنا فعلا بنعظم من أصول الدولة اللي موجودة وده كله كان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي أعلنتها الدولة والحمد لله النهارده اكيد حضراتكم متابعين مدى جديتنا في تنفيذها سواء من خلال طرح اصول كانت موجوده في شركات او الاستفاده من الاصول الثابته اللي كانت الدوله بتملكها واللي كان كل الخبراء بيقولوا يا ريت الدوله تستفيد منها باعظم استفاده وتشارك القطاع الخاص فيها واعتقد النماذج اللي احنا الحمد لله النهارده يعني تعاقدنا عليها ونفذناها بهذا المشروع وقبل كده في راس الحكمه ومشروعات اخرى كثيره بنسبه مدى جديه الحكومه والدوله المصريه في تنفيذ هذا الموضوع كل التوفيق ان شاء الله للقائمين على هذا المشروع وان شاء الله يكون مشروع اخر ناجح يضيف للاقتصاد المصري ويؤكد مدى جديه الدوله في دفع الاستثمار الخارجي والمحلي المباشر وتعظيم دور القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامه للدوله انا بشكر حضراتكم جميعا ومره اخرى كل تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر اللي من شأنهم النهاردة يساهموا في دفع عجلة الاقتصاد المصري شكرا لحضراتكم